مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقه من وول ستريت، والتي نقدمها لحضراتكم من ناسداك من التايم سكوير من نيويورك. المتغيرات السياسيه والاجتماعيه التي يمر بها الدول العربيه، التي يمر بها عدد كبير من الدول العربيه الان، سوف تخلق واقع اقتصادي جديد، وسوف تغير الكثير من المفاهيم ومن طرق التعامل والمعطيات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. ينضم إلي الآن جاستن دارجن، الباحث في مبادرة دبي في جامعة هارفارد الأمريكية، والذي عاد مؤخرا من جولتين، الأولى في عدد من الدول العربية والثانية كانت جولة أوروبية. أوروبا أيضا تمر بمشاكل تؤثر على العالم العربي وعلى الاقتصاد العالمي ككل. جاستن، أهلا بك. أهلا يا محمد. جاستن، بداية من خلال الجولة التي قمت بها في بعض الدول العربية، نبدأ بهذا. كيف وجدت المتغيرات الاجتماعية والسياسية تؤثر على الاقتصاد؟ والأول يعني لما نحن شفت الثورات يعني في البلدان العربية، في تونس وبعدين في مصر، يعني أولا يعني كانت التأثير بقوة بشدة على الاقتصاد، والمستثمرين كانوا خائفين كثيرا. ونحن شفت يعني طلعات الاستثمارات يعني من تونس ومن مصر، ولحتى الحين نحن شفنا في تونس ومصر الاقتصاد ما رجعت، وكمان الشعوب في حتين دولتين مو مبسوطين، علشان يعني مبسوطين علشان التغيرات يعني سياسيا، بس هم كانوا يتوقعون حيكون التغيرات كثيرا بالنسبة للحل الاقتصادي، بس هذا ما صارت حتى الحين. والاقتصاد يعني مثلا في مصر يعني لا يزال ضعيف، علشان الزوار يعني ما رجعوا، وكمان موجود العوامل مختلفة. سو الشعب يعني قالوا يعني ليش نحن ما عندنا الشغل أو العمل، وليش الاقتصاد يعني ما كان يعني يتحسن. So يعني نحن نشوف الحين الناس يتكلمون يعني في البلدان العربية ممكن يعني يبغوا يعني ثورة أخرى، ثورة ثانية، ويقول يعني هذا يعني حيكون ثورة اقتصادية، علشان يعني هم كان يبغوا الثورة يعني تتغير يعني كل شيء، يعني من بالنسبة للوضع يعني السياسي يعني، والكمان وضع يعني اقتصادي. So هذا ما صارت الحين. بس نحن نعرف مثلا يعني الأكاديميين، يعني لما حيكون الوضع يعني ديمقراطي يعني في أي بلد، يعني أولا حيكون شوية الفوضى، هذا لازم. بس بعد سنة أو سنتين لما الناس مستعدين للنظام الديمقراطي، الوضع يعني حيتحسن، علشان المستثمرين يحبون النظام الديمقراطي أكثر من النظام يعني السابق أو نظام يعني غير ديمقراطي. So أنا يعني أنا عارف يعني حيكون الوضع يعني أحسن في المستقبل يعني بعد سنتين، بس الحين يعني لازم الناس يعني يعرفون هذا يأخذ الوقت شوية، هذا يأخذ الوقت شوية حتى الاقتصاد يتحسن. جاستن، كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟ الناس تعتقد أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، وهذا لن يحدث. أيوة. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من الاضطرابات والثورات، تؤدي إلى أوضاع اقتصادية وسياسية أسوأ. فكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟ ايوه، هذا صعب يعني طبعا، علشان انت كلامك يعني مظبوط، يعني علشان يعني مثلا الناس يعني كان يبغوا احسن اقتصاد يعني بعد يوم او بعد يومين، يعني فكروا يعني في اوائل يعني مارس يعني حيكون الشغل والعمل والحكي يعني بالنسبه للناس، بس لا يعني هذا ما صارت. سو يعني لازم يعني الناس يعرف يعني هذا بس خطه اولى،
يعني لما كان يعني يغير النظام السياسي يعني لازم ينتظر يعني لشويه يعني مثلا لسنه او سنتين علشان الاقتصاد يعني هذا يعني هذا ياخذ الوقت يعني طويل يعني لتغير ويعني ما يتغير يعني بسرعة او باسبوع او باسبوعين او بشهر او شهرين او حتى لسنه او سنتين يعني هذا ياخذ الوقت سو يعني الناس يعني لازم يعرفون يعني لازم حيكون الشعور يعني الصبر يعني لازم يكون الصبر وحلم يعني حتى يعني مثلين الاستثمارات يعني يرجعوا يعني إلى بلدانهم يعني بلدانهم ولا حتى مثلين الزوار السياحة يعني يرجع كمان بس لازم ينتظر شوي ولازم الصبر علشان حتى نحن شفنا يعني مثلا في جنوب أفريقيا يعني نحن نعرف في جنوب أفريقيا يعني كان عنده نظام العنصري التنظيم العنصري ويعني في 1994 الأفارقة الجنوبيين يعني توقعوا يعني اقتصاد يعني حيكون أحسن يعني بعد أسبوع بعد الانتخابات بس حتى الحين هذا ما صارت يعني لا يزال يكون مشاكل اقتصادية يعني كثيرا So, يعني الناس يعني لازم يتوازن يعني شنو أحسن يعني شنو أهم شيء يعني مثلا الحرية يعني سياسية أو العمل أو الشغل ويعني نحن نعرف يعني حيكون الوضع يعني أحسن في المستقبل علشان مثلا لما الناس يعني يحجموا عن الرشوة وفساد طبعا يعني اقتصاد يعني حيكون احسن علشان يعني ما يكون يعني ما يكون مثلا الرئيس يعني هو ياخذ يعني كل مصاري يعني من الشعب وهو يسرق يعني كل شيء سو يعني لازم يكون احسن بس لازم في نفس الوقت يعني يعرف يعني هذه بس خطوه اولى يعني وكمان يعني لازم حيكون يعني مثلا يعني خطوه السادسه والسابعه والثامنه يعني هذا ياخذ الوقت ولكن هل يمكن أن يصل الحال في الدول العربية التي حدثت فيها ثورات وتغييرات سياسية إلى ما هو الحال عليه في جنوب أفريقيا كما قلت حتى الآن الاقتصاد لم ينهض ولم يتغير ولم تتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين هنا نعم نقول يعني الاقتصاد مثلا في جنوب أفريقيا يعني تغيرات يعني طبعا تغيرات يعني بس يعني الحين الاقتصاد يعني ما يعتمد عن التنظيم السابق عن النظام السابق يعني مثل التنظيم العنصري يعني بين يعني مثل الأفارقة والأفريكانرز لا يعني الحين يعني لازم يكون يعني اقتصاد يعني شوي مفتوح يعني بس يعني في جنوب أفريقيا يعني لما هم يعني كان يعني غير النظام السياسي يعني في نفس الوقت يعني هذا كان يعني صعب يعني كان يغير اقتصاد يعني بالنسبة يعني مثلا الاقتصاد الاشتراكي وإلى آخره بس يعني موجود كثير من الناس يعني مثلا في جنوب أفريقيا يعني كان يبغاو يعني مثلا الحكومة يعني حتمنح يعني المصاري للفقراء بس هذا مش ممكن يعني إذا البلد أو دولة حكومة يعني لا تزال يعني الاقتصاد يعني رأس مالي يعني سو يعني لازم يعني ناس يعرف يعني مثلا في جنوب افريقيا يعني اوكي طيب يعني نحن الحين يعني عندنا حريه بس في نفس الوقت يعني لازم نسال الحكومه يعني للبنيه التحتيه وشنو بنيه تحتيه بنيه تحتيه مثلا الاستثمارات يعني في تعليم الاستثمارات يعني مثلا في اقتصاد يعني استثمارات يعني مثلا لتخفف يعني الضرائب والى اخره ويعني لا يزال يعني حيكون يعني فقراء يعني كل يعني بلدان يعني في الغرب يعني عندهم فقراء بس في نفس الوقت يعني الناس لازم يغيروا يعني شنو يعني يبغى يعني من قبل يعني من النظام السابق يعني مثلا في مصر يعني الحكومة يعني كانت يعني تعطي تمنح إلى الناس يعني مثلا خبز رخيص أو مثلا الأسعار الكهرباء يعني رخيصة بس الحين لازم الناس يعني يغيروا يعني شنو يعني يتوقعوا يعني من الحكومة يعني مثلا يعني نحن شفنا كمان يعني إذا أعطيك يعني مثال ثاني في شرق أوروبا يعني بعد سقوط النظام السوفياتي والنظام الشيوعي يعني هذا يعني
أخذت الوقت يعني طويل يعني شوي للناس يعني تعلموا يعني شلون يشغلوا يعني في نظام يعني جديد يعني نظام رأس مالي يعني علشان يعني حتى يعني بعد الثورة يعني الحرية السياسية وثورة ديمقراطية يعني في شرق أوروبا يعني الناس يعني لا يزال كان عنده يعني الضمير يعني لازم الحكومة يعني تعطينا يعني كل شيء بس هذا صعب يعني هذا صعب في نفس الوقت علشان يعني لما عندك يعني نظام يعني غير ديمقراطي هذا النظام يعني يبغى ناس يعني مبسوط سو يعطي يعني مثلا سبسيديز ويعطي مناح والى اخره بس يعني لما يكون يعني نظام الديمقراطي هذا مو جزء يعني فيها يعني سو لازم الناس يعرف اوكي طيب يعني مع الديمقراطيه يعني موجوده يعني مسؤوليه يعني في نفس الوقت وشنو مسؤوليه يعني لازم الشغل عليها يعني مثلا لازم ابني يعني خبرتي يعني لازم ابني يعني تعليمي والحكي وان شاء الله يعني وهذا حي ثمن يعني خبرتي يعني في اقتصاد جديد. جاستن دارجن الباحث في جامعه هارفارد للحديث بقيه ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده لمواصله هذا الحوار ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى وهذه الحلقه من وول ستريت والتي نقدمها لحضراتكم من ناسداك من تايم سكوير من نيويورك ومعي من جامعه هارفارد جاستن دارجن الباحث في مبادره دبي في جامعه هارفارد. جاستن اهلا بك مره اخرى. تحدثنا الان عن ان الحكومات في الدول التي قامت فيها الثورات لن تستطيع ان توفر نفس الدعم حتى تعطي الخبز والسلع باسعار رخيصه كما كان يحدث في السابق ولكن هل تتوقع ان الناس سوف تتقبل هذا ام سنجد ايضا ثورات وتقلبات ولن تنتهي بهذا الشكل؟ ايوه اظن يعني في ممكن على شنو اقول لك يعني مثلا اوكي في مصر يعني بعد الثوره يعني الناس يعني ممكن ما كان يتوقعوا حيكون تغير يعني بالنسبه يعني من منح او بالنسبه يعني دعم يعني الحكومي بس يعني هذا جزء يعني هذا لازم كمان في نفس الوقت يعني سو بس هذا شوي صعب علشان يعني مثلا يعني في مصر يعني كان يعطي يعني كل المشاكل على الفساد وعلى الرشوه وهذا كانت يعني مشكله كبيره يعني في مصر يعني طبعا علشان مثلا النظام السابق يعني سرقوا يعني الاشياء يعني واجه يعني من الشعب بس في نفس الوقت يعني في البلدان يعني عنده يعني دعم ثقيل يعني على الاقتصاد يعني مثلا يعني يعطي للناس مثلا البترول يعني رخيص جدا يعني مثلا الخبز يعني رخيص يعني جدا يعني والكمان يعني ماكو الضرائب يعني كثيره يعني هذا صعب يعني الدوله يعني تشغل وتنجح يعني سو يعني في مصر يعني كلامك يعني صحيح يعني ممكن حيكون يعني مشاكل يعني لسنتين او ثلاث سنين يعني لما الناس يعني يعني مستعدين يعني للاقتصاد يعني جديد ويعرفون اوكي طيب يعني مثل انا قلت لك يعني من قبل يعني نحن عندنا يعني الديمقراطيه والحريه بس يعني معها كمان يعني عندي الحريه يعني وعندي مسؤوليه عليها يعني مثلا لازم ابحث عن شغل او ممكن يعني انا عارف يعني ما استطيع يعني اعتمد على الحكومه يعني للاغراض يعني يوميه مثلا لا هذا مش ممكن يعني لازم يكون الدعم على اقل شيء يعني هذا لازم بس في نفس الوقت يعني هذا مش ممكن يعني حيكون الدعم يعني على كل شيء وهذا جزء ثاني ليش بلج يعني مثل موس يعني كان عنده يعني مشاكل اقتصاديه يعني مشاكل اقتصاديه مو بس علشان الفساد هذا جزء يعني كبير بس علشان الدعم يعني حكومي يعني هذا أخذت يعني جزء كبير يعني من المبلغ يعني الحكومي أنا أظن يعني برأيي نحن حنشوف يعني مثلا المظاهرات يعني أخرى يعني مثلا في ميدان تحرير
بس الحين نحن حنشوف يعني مثل المظاهرات يعني على الأشياء يعني اقتصادية، مثل الشعب يعني هاي يسأل يعني مثل أغراض اليومية والمنح والدعم يعني من الحكومة. سو حنشوف هذا، وممكن يعني حتى سنتين أو 3 سنين، بس أنا أظن يعني بعد 3 سنين وأربعة سنين وخمس سنين يعني لازم العقل الدمير الشعب يعني يعني حيغير ولا حيعرف اوكي طيب عندي ديمقراطية الحين، وكمان لازم ابني على نفسي، لازم اتحسن يعني نفسي. ولما كنت يعني في مصر يعني في الاوائل من مايو يعني انا زرتها يعني لخمسة ايام، يعني انا شفت المظاهرات يعني كثيره، يعني مثلا ضرب الاضراب يعني شغل لما الناس يعني وسالوا يعني الاجره عاليه او اكثر يعني من الاجره. سو انا شفت هذا. سو المصريين يتعلمون يعني بسرعه، يتعلمون بسرعة. سو أنا متأكد يعني بعد سنتين أو 3 سنين المصريين يعني حيعرف شلون يعني شلون يمشي يعني في هذا يعني يوم جديد وهذا اقتصاد جديد وهذا النظام يعني جديد كمان. بس يعني قبل 3 سنين يعني أنا أظن الناس يعني ها يعني لا يزال يعني يكون يعني عندهم نفس الفكرة يعني من الماضي، يعني فكرة يعني يعني يبغى يعني دعم يعني اقتصادي يعني من الحكومة. ولكن جزء من ثورة الناس على النظم السابقة كان، وجزء هام على ما أعتقد هل توافقني، كان الحالة الاقتصادية للناس وليس فقط الفساد والحرية وتلك الأشياء الهامة، ولكن الحالة الاقتصادية للناس كانت جزء من الثورة، من أسباب الثورة. فمن هو المسؤول الحكومي في تلك الدول الذي يستطيع أن يواجه الناس بأن الأوضاع ستأخذ وقت سنوات حتى تتحسن، أو يفرض عليهم ضرائب أعلى، أو يقوم بإلغاء الدعم؟ هل تتوقع أن يكون هناك مسؤول يستطيع أن يواجه الناس بهذا؟ وماذا سيكون مصيره؟ أنا أظن يعني الديمقراطية يعني هذا مو واجب يعني على مثل البلدان العربية أو يعني أو عن العرب، لا، يعني هذا من المجتمع يعني دولي، المجتمع الدولي. سو مثلا يعني بعد الحرب العالمية الثانية يعني شنو أمريكا يعني سوت يعني للبلدان الأوروبية يعني في غرب أوروبا؟ يعني كان يعطيهم يعني المارشال بلان، ومارشال بلان يعني كانت منحة يعني يعني وكان يعني يصعد البنية التحتية يعني في أوروبا واقتصاده وإلى آخره. أنا أظن كمان لازم حيكون المارشال بلان يعني للبلدان العربية، يعني حيث البلدان العربية من الحرة يعني العربية والمثل الاتحاد الأوروبي وحتى الصندوق الدولي والآي ام اف كمان، يعني يعطي البلدان العربية ديون وقروض يعني لهذه المرة يعني الانتقالية، يعني حتى يعني حيكون الانتخابات والحجي، والهذا يعني حيساعد الناس كثيرا. سو انا اظن يعني الحين يعني هذا يعني التعاون او هذا التعاون يعني بين المجتمع يعني دولي ومجتمع يعني عربي في نفس الوقت. سو الحين انا اظن يعني لازم الحكومة المصرية الحكومة التونسية تتكلم مع الشعب وتقول له اوكي طيب يعني عندكم يعني حرية الحين، بس يعني شنو المعنى منها؟ المعنى يعني لازم يعني تعرف يعني شلون يعني الاقتصاد الجديد شنو هي يعني وشنو صفتها. وكمان في نفس الوقت يعني جاستن اعتذر لضيق الوقت وانتهى وقت البرنامج تقريبا. جماعة هارفارد شكرا لك، بهذا تنتهي الحلقة من وول ستريت. شكرا لكم وإلى اللقاء الأسبوع القادم.